لم يكتب لها القدر أن يكون اسمها مجاهد. هي غزة تقاوم، هو اسمها الذي اختاره والدها بعد رحلة نزوح جماعية للعائلة من شمال القطاع. معاناة هذه العائلة التي تعود إلى 3 حروب لم تنسهم يوما أن يكون للمقاومة في أسماء أبنائهم أكبر نصيب. سميتها غزة لأن أهالينا شربونا إياها منذ الطفولة، لأن أنا وأنا مثلا عن نفسي وعيت وأنا طفل صغير إن أنا اسمي مثلا نضال، وبناء على ذلك عندك مثلا أخوتي عندي سلاح وعندي كفاح، وعندك الأخت اسمها تحرير، وعندي أخت اسمها حرية، وعندي أخو اسمه مجاهد، وعندي أخت اسمها مجاهدة، وإلى أخو شهيد الله يرحمه اسمه جهاد، وعن عندي ابني برضه هذا اسمه سميته برضه جهاد القوقاع، اسم مركب امتسالة بالقوقاع بن عمر، وعندك برضه سميت بنتي غزة امتسالة لغزة، فهمت؟ وبس امتسالة للمقاومة، وهذا كله دعم بكل المقاومة. غزة تقاوم لم تكن وحدها، فهذا أيضا هو القسام، ولد مع أول صاروخ أطلقته الكتائب في معركتها مع الاحتلال. وكغيرها من العائلات التي تضررت تحت القصف المروع في الشجاعية، أكدت على دعم المقاومة بطريقتها الخاصة. أول ما ضربت المقاومة صاروخ فانولد ابني، فسميته حلفت يمين وسميته، قلت بدي أسميه قسام، فسميته قسام. بربي أطفالي أنا عشان إيش؟ يحملوا اسم المقاومة واسم فلسطين واسم قطاع غزة.